كل الناس عم تتابع The Last of Us من قد ما قصته حلوة تحول من لعبة إلكترونية لمسلسل. بهذا الفيديو رح أحكي قصة المسلسل ورح تفهم ليش الناس متاخد عقلة بهذا المسلسل. ببلش المسلسل ببرنامج حواري صاير بالستينات عم بيحكوا فيه على الأمراض اللي ممكن تصير بالعالم. فواحد من العلماء خايف من الفيروسات وتأثيرهم على البشر، بس العالم الثاني برأيه انه الفيروسات شي عادي، انه الإنسانية دايما بتتعرض لهجوم من الفيروسات، بس دايما البشر بيقدروا يتغلبوا عليهم. بس برأيه انه الشيء اللي عن جد بيخوف هو الفطريات. Fucking awesome. كل الناس بيستغربوا منه انه ليش فطريات، يعني بحياته ما كان حدا بتضايق من فطريات الا لما شي حدا من رفقاتك يصير عنده فطريات بجريه تطلع ريحه البيت كله. بيقولن انه المواد المهلوسه اللي موجوده بالمخدرات نحن بناخدها من الفطريات. الفطريات بتصيب الحشرات والحيوانات وبتزرع بعقول هاي الحيوانات مواد كيميائيه بتخليها تسيطر على دماغها، هدفها الوحيد بس انه هي تنشر الفطريات لمحل تاني. فالكل بتمسخر عليه انه انت عن جد متضايق من فطريات. بيقول له العالم الثاني انه الفطريات ما بتقدر تصيب الانسان لانه بدها درجه حراره معينه وجسم الانسان بارد عليها. بيقول له العالم الثاني مزبوط هذا الشيء صح الا بحاله واحده بس، مثلا ارتفعت درجه حراره الكره الارضيه كلها، وقتها الفطريات بتقدر تصيب الانسان. فهون بالستينات لسه ما بين عليهم اثار الاحتباس الحراري. بيقول له المذيع للعالم طيب اذا صار هيك وسيطروا الفطريات على الانسان شو بيكون الحل، شو العلاج؟ بيقوم بيقول له العالم الثاني منموت. حبيت التفاؤل تبعه. ننتقل 40 سنه لقدام وبنتعرف على بطل القصه اللي هو جول. بيكون عيد ميلاده 36 وعايشة معه بنته واخوه تومي. بيسمعوا مثل الاخبار غريبة انه عم بتصير بمدينة اسمها جاكرتا. هاي المدينة موجودة باندونيسيا، بس لما جول يسمع الخبر بيقول له وين هاي جاكرتا؟ بالشرق الاوسط. بقى فكر انه جاكرتا. انا اسف على هاي النكته. بنته بتطلع اسكى منه بتقول له لا هي باندونيسيا، بس ما حدا بيهمه انه عم بيصير شغلات ما منيحه بهي المدينه وبيعتبروها انه هي كتير بعيده عليهم لانه هن عايشين بامريكا بتكساس. Hold up there buster. بقى بيطلعوا لبرا نتعرف على الجيران. بيكون الاب عم بيطعميها لامه بسكويت. بيقولوا لهم بدكم بسكويت؟ بيقوم بيشوفها جول عم بتحش اصابيعه بيتمها لامه. بيقول له على راسي شكرا مالي مشتهي اكل بزاق امك. وبيبليها لبنته بيقول لهم إيه خلص بنتي رح تيجي لعندكم تسليكم بعد المدرسه. بنته هلا كثير مبسوطه بهي الخبريه. بنشوف هي اللزقه على سيارته لجول وبنفهم انه هن كانوا بالجيش من زمان. بعد المدرسة بنته لجول بتروح على محل تصليح ساعات. بما انه اليوم عيد ميلاده لجول قررت تصلح له ساعته. طبعا هي ما مع مصاري، بتكون سارقه مصاري منه عشان تصلح له ساعته. الشيطان ما بيعرف ايش يعمل. بس بعد ما يصلح له الساعه بتيجي مرته، وهذا المحل عربي فمرته عم تحكي عربي. بيقول لها اشبك ليش كثير مستعجله؟ طبعا ما عم بحكي معها بالحلبي، انا لبنانيه اي ثينك. لانه بتقول له انت عم بحكي على التليفون ما اختي ما عندك فكره شو عم بيصير. اوكي احلى شيء شلون المسلسل عم بيحاول ما يعطينا افكار، فانه بدل ما تقول له في زومبيات بامريكا ونحن هلا عم نموت بتقول له ما عندك فكره شو عم يصير. ما بصير انتم تعرفوا يا مشاهدين شو الشيء اللي عم يصير. طول هاي الفتره عم نسمع اصوات شرطه واسعاف وشغلات مريبه، كانه تدريجيا العالم عم بيصير فيه شيء كثير خطير بس لسه ما بنعرف شو هو. البنت بتروح عند الجيران مثل ما اتفقوا الصبح وبتسالها انه في شيء غلط، يعني انه ليش كانه عم شوف كثير سيارات اسعاف كذا. بقى الجاره تبعيتها كثير مدينه بتقول لها هدول لانه ما عم بيعبدوا الله. طبعا ما بتقول لها الله. تكون البنت عم تدور على شيء بس بنشوف بالخلفيه انه الجده عم تتصرف شيء غريب، بتصير هيك تتحرك بطريقه مريبه كثير. البنت ما قدرت تتحمل خمس دقائق مع هدول لانه كثير مملين وغليظين، بتقول لها انه خلص بدي روح. بس وهي رايحه بتشوف الكلب عم يطلع على الام بطريقه كثير غريبه. What the dog doing? وقبل ما ترجع على البيت بتشوف طيارات جيش رايحين، ولهلا لسه هي حاسه انه الحياه بخير، ما في شيء غلط، الاطفال والبراءه تبعيتهم. المساء جول بيرجع على البيت والبنت بتعطيه الساعه تبعيته كهديه لعيد ميلاده. بعد ما تنام البنت بتقول له اخوه بيقول له انه انا بالسجن لانه تقاتل مع واحد بحانه وحطوه بالسجن. فجول بيحط بنته بالتخت وبيروح عند اخوه مشان يطالعه. بعد فتره بتفيق البنت وبتلاقي انه كل شيء حواليها كثير مريب، في صوات هليكوبترات وصوات غريبه بالشارع وشغلات مريبه عم تصير. بتلاقي الكلب تبع جيرانهم على الباب عم بيحاول يدخل. قررت تروح عند الجيران بتشوف بابهم مفتوح، في صوات سيارات انذار بالخلفيه. تدخل شوي شوي وبتلاقي الدم بالمطبخ. بتطلع لفوق بتقوم بتشوف الجار تبعهم وبكون كله دم. بعدين بتطلع على جنب بتشوف الجده تبع الجيران عم تاكل بنتها، وهذا بيكون اول زومبي بنشوفه بالمسلسل. بتشوف الجده وبكون طالع متمها شغلات غريبه. لما تطلع من البيت بيكون جول واخوه جايين وبيقول لها بسرعه لازم ننطلق من هون. تطلع الجده بدها تحاول تقتلها بس بيقدر يقتلها جول. وبكل قساوه بيدخلوا بالسياره وبشوفوا ناس بالشارع بتعسوا ما عندهم اي مشكله من قد ما لهم خايفين ومن قد ما لهم ما عارفين ايش عم بيصير. بيوصلوا على محل بيلاقوا كل الناس عم تهرب وعليها دم وشغلات فوضى عارمه. وبنفس هذا الوقت بتنزل حرفيا طياره كامله فوقهم وبتنفجر. لما يفيقوا بينفصل تومي عن جول وبنته. بيكون جول حامل بنته بيقوم بيشوف الجثه حرفيا عم تفيق وعم تطلع عليهم.
بيهرب. فبيهرب جول والبنت والزومبي بلش بيركض حواليهم بأسرع سرعة بالعالم. بعالم الزومبيات في كذا نوع من الزومبيات. أحيانا بحس حالي ما بعرف أحكي. anyway في زومبيات بتمشي ببطء مثل بـ The Walking Dead ونوعا ما بتشكل خطورة كبيرة. أوكي هلا تأكدت إني ما بعرف أحكي. ما بتشكل خطورة كبيرة إلا لما يكونوا بأعداد هائلة ويلتفوا حواليك. أما الزومبيات السريعة يلي بتقدر تركض فحتى واحد ممكن يكون خطر عليك. فجول وبنته عم يهربوا منه من مكان لمكان وهن طالعين من المحل بينطلق عليه. مين بيطلع طالق عليه؟ واحد من الجيش. فهاد بعد ما يقتل الزومبي بشك فيهم إنه هل هن مصابين ولا لا، هل لازم يقتلهم ولا لا. بس ما بنعرف شو البوس عم يقله. بس بنشوف إنه هذا الجندي بيوجه بندقيته عليهم، بيقول له جول نحن مالنا مصابين، ما فينا شيء غلط كذا، بس بيقول له الجندي انا اسف وبيطلق عليهم، وبنشوف بعدين انه جول انصاب اصابه خفيفه، بيجي جندي بده يكمل عليهم بيقوم بيموت. وبنكتشف انه تومي لقاهم وقتلوا لهذا الجندي، بس للاسف جول بيشوف بنته وهي عم تموت بين ايديه. بعد 20 سنة منروح على بوستن وبنشوف انه هي متغيرة تماما، الطبيعة بلشت ترجع تاخذ مكانها، في ولد صغير بيلاقي هذا المجمع، بياخذوه الجنود وليتعرفوا عليه، بعدين بيفحصوه وبيطلع لون احمر وبيكتشفوا انه هو مصاب، بتقول له الشرطية نحن رح ناخذك على محل كثير حلو، فيه كثير العاب وكذا. أكتر شيء صص بسمعه بحياتي. فهذا المجمع محمي من الزومبيات وبشكل عام ممنوع يدخل عليه حدا مصاب. فمنشوف جول وهو عم ياخد جساس ويحرقها عشان ما ينتشر المرض، وبيكون باين عليه كتير مكتئب يعني بعد 20 سنة من فقدان بنته. هاي المنطقة مسيطر عليها مثل جهة مثل حكومة اسمها فيدرا، هن قاسيين بمعاملتهم، يعني عم يعاملوا الناس نوعا ما كعبيد إلا شوي، بيشنقوهم إذا عملوا تصرفات ما منيحة وبيخلوهم يشتغلوا شغلات مشان ياخدوا قسائم طعام. هلا جول شغلته هون مهرب، بيكون عم بيتعامل مع واحد من الجنود يلي بيشتغلوا فيه فيدرا وعم يعطيه حبوب مهلوسة، والجندي عم يعطيه سجاير قسائم اكل. نشوف المشهد اللي بعده، الجيرفريند تبع جول خطفها واحد وهذا الواحد سارق منها بطاريه سياره، وهن عم يحكوا بتفجر المحل يلي هن فيه. مين بيفجره؟ القوه يلي هي بتكره فيدرا الحكومه المسيطره على هذا المجمع، وشغلتهم انه يتقاتلوا معهم لانه هن بدهم حريه. ثواني. فهذا المجمع مسيطرين عليه فيدرا، بس في عندك شيء اسمه فاير فلايز او الفراشات. ما بعرف ليش اختاروا هذا الاسم، ما له مخيف ابدا، بس هاي القوه عم تتقاتل مع فيدرا وهن انفجروا هذا المحل اللي فيه الجيرفريند. ليش بدهم بطاريه سياره؟ هلا رح نكتشف. فالجيرفريند بتقدر تهرب، بياخذوها الجنود يلي هن ضد الفراشات وبيحققوا معها لانه فكروها هي من الفراشات. وهون بنتعرف على الشخصيه الثانيه الرئيسيه، البنت الصغيره الي. بتكون محبوسه بمحل وفي سلاسل حوالين ايديها، بيدخلوا عليها ناس بيخلوها تعد للعشرة عشان تفرجي انه هي مالها زومبي. نفس مبدا لما تعمل ساين اب على ويب سايت ويقول لك فرجيني انه انت مالك روبوت. بالمشهد اللي بعده بنشوف جول عم يمشي قدام دور طويل مشان يدخل عند واحد هو مسؤول عن الراديو بهذا المجمع، بيعطيه السجاير مشان يعطيه معلومات. بيكون جول عم يتواصل مع اخوه تومي ودائما بيحكوا على الواتساب. بس قبل 3 اسابيع جول بعث له مسج لتومي وتومي ما رد عليه، مع انه هو بيرد بالعاده كل يوم، بيقول له ابو الراديو لا تاكل هم، اكيد تومي عايش وما فيه شيء. بس جول الشخص الوحيد اللي بقيان بعيلته هو تومي وكثير بهمه، بيقول له خلص انا بدي اطلع من المجمع، بدك تقول لي وين البرج اللي عم تجي الاشاره تبع تومي منه لانه بدي اروح انقذه. بيقوم بيقول له ابو الراديو شلون بتطلع لبرا؟ برا في شغلات أسوأ من الزومبيات، في ناس بيسرقوك وناس بينهبوك وناس بيساووك عبيد الهم. بيقوم بيقول له جول وبرايك انه تومي لساته عايش ما؟ anyways ابو الراديو بيعطيه موقع تومي. جول مبين عليه كثير مكتئب بحياته، بنته قبل 20 سنه ماتت وشاكك باخوه انه هو ميت، بينام بفيق بيلاقي الجيرفريند تبعيته جنبه، رجعت من الاعتقال، بيقول لها مين سوى فيكي هيك؟ بتقول له الزلمه يلي سرق البطاريه تبعيتنا، بقى هن بدهم البطاريه مشان يحطوها بسياره ويقدروا يروحوا عند تومي. بتقول له لازم نروح نجيب البطاريه. بنرجع لمحل الفراشات يلي كانت محبوسه فيه الي هي البنت، وبنكتشف زعيمه الفراشات مارلين. فبتقول لها هي المره ليش نحن عم نفجر كل هالمحلات وليش قاعدين عم نتقاتل؟ ما عم نعمل شيء نحن. بتقول لها الزعيمه مارلين نحن بس عم نعمل الهاء للجيش لانه نحن بدنا نهرب هي البنت للغرب، هذا هدفنا الرئيسي. ليش كثير مهتمين بهالبنت وحابسينها وليش بدهم يهربوها لمحل ثاني لسه ما بنعرف. بنرجع لالي البنت وزعيمه الفراشات مارلين، بتدخل وبتحررها من الاسر وبتعطيها سكينه وبتقول لها انت كثير مهمه بالحياه وانتبهي حالك، وبدي اقول لك ليش انت مهمه، بس لازم توعديني ما تقولي لاي حدا تاني لانه اول ما يعرفوا رح يقتلوكي. فتقدروا تقولوا انه هاد هو محور كل المسلسل، نحن كمشاهدين لسه ما بنعرفه بس رح نعرفه بعدين. جول والجيرفريند تبعيته بيروحوا بانفاق وشغلات مخيفه عشان يلحقوا ابو البطاريه، بيشوفوا هذا الزومبي يلي ميت من زمان والفطر طالع منه ورايح على الحيط. بعد ما يتسلقوا ويدخلوا على محلات بيشموا ريحه بارود وبيشوفوا دم طالع من ورا هذا الباب. ريحه بارود ودم طالع من ورا هذا الباب، خليني ادخل. لما يفتحوا الباب بيشوفوا الشاب يلي سارق منه البطارية بس ميت،
وبيشوفوا البطارية بس ما لها شغالة، فهلا صفوا بلا بطارية وبلا طريقة يروحوا فيها عند تومي. ومين بيشوفوا كمان؟ زعيمة الفراشات ورفيقتها والبنت إلي. بقى الفراشات كانوا بدهم يشتروا البطارية من هاد الزلمة بس تقاتلوا. جول بيعصب على تبعية الفراشات لأنه أخوه لجول تومي صار معهم بالفراشات ونوعا ما انقلب ضد أخوه، بس هو ماله هون هلا. إلي ماله طايقته لجول وبس عم تحاول تاخذ سكينتها وتقتله. زعيمة الفراشات بتقول لجول إنه نحن كان بدنا نطلع من المجمع وناخذ معنا إلي على مبنى الولاية اللي فيه رفقاتنا. بتقول له الوضع برا كتير خطير وكله زومبيات، لذلك كنا رح ناخذ سكواد كامل عشان نهرب إلي. بتقول له أنا بعرف إنه أنت مهرب، لذلك لازم تهرب إلي لبرا، وبالمقابل رفقاتنا رح يعطوك بطارية وسيارة وكل شيء بدك إياه مشان تشوف أخوك تومي. بتفق مع الجيرفريند تبعيته لأنه هو بيتا ميل بينا، لازم ياخذ إذن حبيبته على كل شيء، وبيوافق إنه يهربها لإلي. المساء بيجي جول والجيرفريند تبعيته بدهم يهربوها لإلي، وهن عم يهربوها بشوفهم جندي، وهذا الجندي بيطلع نفسه اللي متعاقد معه جول. بيقول لهم يلا على أجريكم بسرعة، ببلش يفحصهم. إلي بتحط سكينة بركبته والجندي كتير بيعصب، بيوجه بندقيته على إلي. بيوم جول بيوقف بيقول له خلص خلينا نروق خلينا نروق. وهم تجي رؤية لجول لما كان الجندي مصوب بندقيته عليه وعلى بنته، وبيجن جول وبيتحش على الجندي وبضلع بيضربه بوكسات لبين ما يصير معكرونة. بس الجيرفريند تبعيته بتشوف انه طلع فحصه سلبي وهي مع الفيروس لإلي. بتقول لها وات ذا هيل، بتقول البنت لا لا انا مالي مصابه. بتفرجيها العضه بتقول لها هي صار لها 3 اسابيع، لو كنت مصابه كنت هلا صرت زومبي. لا جول ولا الجيرفريند تبعيته بيصدقوا هذا الحكي، بس ما هلا الوقت ليحكوا لانه الجنود ممكن يجوا باي ثانيه ويشوفوا جثه هاد. بياخذوها وبيهربوا من المجمع، وبنشوف انه هن طلعوا على المجهول. الحلقه اللي بعدها بنشوف شلون بلش كل شيء جاكارتا. بنشوف هاي المره عم تاكل، بس بيجي جندي بياخذها بتقول لهم ليش اخذيني انا عملت شيء غلط؟ بيقولوا لها لا انت البروفيسوره الشاطره بعالم الفطريات. بخلوها تدخل على الجثه وبيقولوا لها باي ثانيه حسيتي شيء غلط اطلعي. وتتقرب عليها بتشوف انه هن طالقين عليها براسها. بيقوم بيقول لها الشرطي معيش حاجه طلع على راسها اللي طلقنا عليه، طلع محل العضه عند اجريه. وقت تشوفها بتشوف انه عن جد الفطر متغلغل بكل اعماق جسمها، كثير شيء غريب. ولما تطلع على تمها بتشوف انه عن جد الفطر عايش. وات ذا هيل، تقوم ترتعب وبتطلع. لما تساله للشرطي انه شلون هيك صار بيقول لها انه في مره جنت كانوا عم بيشتغلوا بمصنع وبلشت تتصرف بوحشيه وتعض العالم، عضت 4 غيرها، وهدول 4 احتجزناهم بعدين اضطرينا نعدمهم. جاكارتا. بس وين النكتة؟ انه ما بيعرفوا مين عضى لهي البنت بالاول، بس بيعرفوا انه في 14 شخص بالمعمل هربانين وما معروفين وينهم. بس 14 واحد مصابين باكتر شيء مخيف بالعالم؟ عادي. بيقول للضابط نحن جبناكي لانه انت احسن بروفيسورة بالعالم بهذا المجال ولازم تعطينا العلاج. شو هو العلاج؟ فبتقول له صحيح انا احسن بروفيسورة بهي المدينة كلها، بس ما في علاج، كلياتنا رح نموت. قلت له لازم تفجر كل شيء، لا تتركوا اي محل بدون تفجير. حرفيا الحل الوحيد هو إبادة كل الناس. لما تلاحظ قديش هذا الشيء عم تقوله بشع وكبير تصير بتبكي. قلت له الله يخليك خدني عن عيلتي انه بدي اقضي معهم اخر وقت. بنرجع بنشوف إلي نايمه، والشيء الغريب انه هي لهلا ما تحولت. بنلاقي جول والجيرفريند تبعيته قاعدين عم بيراقبوها، عم بيستنوا باي ثانيه انه هي تتحول لزومبي لانه انعضت بالحلقه اللي قبلها. فهنا مستغربين انه ليش مارلين زعيمه الفراشات مع هي البنت. بقى بالحلقه الاولى مارلين قالت لإلي السر بس نحن ما كنا بنعرفه، وقالت لها ما تقولي لأي حدا بالعالم. فإلي بتقول لها انه هديك قالت لي ما اقول لأي حدا بالعالم، بس هلا انا قاعدة عم بقول لأول شخص بيسألني. وبتقول لهم انه هي محصنة ضد المرض، في شيء بدمها بخليها ما تنصاب، وفي دكاترة عند الفاير فلايز بيقدروا ياخذوا هذا الشيء ويعملوا منه لقاح. وهذا الشيء كتير فظيع لانه على اساس الفطر ما في له اي طريقة علاج. شفنا هذا الشيء عن طريق هي الدكتورة وبالستينات هذا العالم. جول ما له مصدق ابدا، بيقول انا سمعت هالإشاعة من قبل وكلها كذب. بس الجيرفريند تبعيته بتقول له ما مهم اذا هي عن جد حكي صح ولا لا، خلينا نوديها عند البنت طالما الفراشات هن مآمنين انه هذا الشيء صح، بياخذوها وبيعطونا يلي بدنا اياه. بيقول لها جول اوكي بس على شرط اذا شفتها بتتحول لاي ثانيه بدي اذبحها ذبح. لما يطلعوا لبرا بيشوفوا انه البلده مدمره حرفيا، والسبب انه الجيش قرر يقصف المدينه وكل المدن عشان يحوي هذا الشيء. فهدفهم بالحياه حاليا انه يروحوا على مبنى الولايه اللي فيه الفراشات. بيقرروا ياخذوا طريق طويل لانه الطريق القصير كتير دينجرس، لازم يشوفوا الطريق الطويل من منطقه عاليه. الجيرفريند بتناديهم من المحل العالي، بس لما يطلعوا بيشوفوا انه في مليون زومبي نايمين بالطريق الطويل اللي كانوا بدهم ياخذوه. فبينتبهوا عليهم انه هيك حركاتهم كلهم مثل بعض وكانه هنن جسم واحد. بتقول الجيرفريند انه الفطر بيعمل مثل الياف وبتمتد بالارض، حتى ممكن واحد يدعس على محل بمنطقه وبمنطقه تانية بعيده الزومبيات تحس انه هذا الشخص دعس على هذا المحل لانه كل شيء موصول ببعضه. بتقول الجيرفريند انتبهي انه انت محصنه ضد المرض، بس مالك محصنه من انه يجي مليون زومبي ويعضوكي ويقطعوكي حرفيا. فبعد ما يكتشفوا انه الطريق الطويل ماله اوبشن، يروحوا على الطريق
القصير يلي هو المتحف. لما وصلوا عليه بيشوفوا انه في الياف حواليه، بس حلاوته انه هدول الياف ميته وما ممكن تحذر الزومبيات اللي بعاد. بيدخلوا عليه والوضع كتير مريب، ما بيعرفوا اذا فيه زومبيات هلا ولا لا. بيشوفوا جسد جندي ومبين عليها انه هي فريش لساتها. بتقول له الجيرفريند ممكن يكون مات برا ودخل جوا، ما ضروري انه الزومبي يكون جوا. بيكونوا عم بيطلعوا والوضع اكثر شيء مريب بالعالم وكله الياف، وإلي من قد ما لها حذره حرفيا بتدعس على ايد جثه بس بتكون ميته من زمان، والمبنى مهرهر وعم بينزل منه غبره حرفيا من قد ما له مهرهر. الجيرفريند لما تدخل من الباب بينهار الدرج كله وراها، ومن قد ما الجماعه حظهم حلو بلشوا بيسمعوا صوت كليكينج مو هيك بس يعني. هلا باللعبة الأصلية الشخص بعد ما ينعض وبعد ما يتحول لزومبي في كذا درجة زومبيات بتحول عليه، بالأخير بيفقد البصر تبعه وبيبلش الفطر بياخد جسمه كله، والطريقة الوحيدة اللي بيقدر يتحرك فيها هي عن طريق الصوت. بيعمل صوت كليكينج مشان الموجات الكهرومغناطيسية ما بعرف، بس مهم إنه بيحس على الناس. فهن حاليا أكتر شيء مرعوبين بالعالم، عم بيسمعوا صوت الزومبي عم بيتمنوا إنه هو ما يحس عليهم وما يسمعهم. بس المشكلة إنه إلي خايفة كتير وصوت تنفسها نوعا ما عالي، عم تحاول تسيطر عليه بس ما عم تقدر، بس لانه إلي عملت بحس عليها الزومبي وبيهاجمون. اكتشفوا انه هن زومبيين مو بس واحد. هون الشله بتفترق، وطبعا هن عم يهربوا بيتفشخلوا بكل شيء بالعالم، والزومبيات عم تلحقهم وشرسه، بس بيقدروا يضيعوهم لمده ثانيه واحده بس. وبحاله من الصمت الشامل بيكون إلي وجول عم يمشوا، بس هو بدعس على زجاج، وهذا الشيء بيؤدي انه الزومبي بيطحش عليه وبنشوفه وهو فوق إلي، بس بيقدر جول يطلق عليه براسه، ولما يجي الزومبي الثاني كمان بيرش عليه وبيقتلهم اثنيناتهم. البشاعه انه بالنهايه بنشوف انه إلي انعضت، بس بتقول له يلا منيح انا انعضيت مو انتو. والجيرفريند تبعيته انصابت باجره بس انه لسه عم تقدر تمشي. من منظور تبعهم بيقدروا يشوفوا مبنى الولايه اللي عم يحاولوا يوصلوا له، يلي فيه الفراشات اللي رح تاخذ إلي وتعطيهم يلي بدهم اياه. بس على حظهم لما يوصلوا عليه بيشوفوا انه في شيء مريب، في شيء هاجم على المبنى ولاعن ام القصص. بنلاقي جثه تحت السياره وبنشوف دم على الدرج. لما يدخلوا لجوا بيشوفوا انه كل الفراشات يلي بهذا المبنى ميتين. بيكتشفوا انه واحد من هدول الفراشات عضوا زومبي بعدين دخل للمبنى وبلش يعض البقيه وكلهم قتلوا بعضهم. جول بيقول خلص لهون وبس، نحن وصلنا على المبنى المفروض ناخذ فيه إلي ولقينا كل ميتين لازم نرجع. الجيرفريند مامنه بإلي وانه هي محصنه، بتقول له اذا رجعنا لهونيك وشافوها معضوضه رح يقتلوها، وبتكشف له الشغله البشعه انه هي معضت لما كانوا بالمتحف عضة الزومبي. بعدين بتقارن العضه تبعيتها والعضة تبع إلي وبنشوف انه العضه تبع إلي ما صار شيء، اما العضه تبعيتها شكلها كانه واحد راجع عليا. بتقول له الجيرفريند خلص انا رح اموت، بتطلب منه الجيرفريند ياخذ إلي عند رفقاتها. وهن عم يحكوا هذا الشيء واحد من الفراشات الزومبي بفيق وبحاول يهجم عليهم، بس بيطلق عليه جول وبيقتله. بس ايش بيصير؟ بيوقع على الالياف، والالياف بتحس عليه انه في حركه هون. بنقوم بنشوف انه الزومبيات كلهم اللي حوالين هاي المنطقه عم يحسوا وعم بيركضوا لعندهم لحتى يقتلوهم. جول بيطلع لبرا بيسمع صوت الدنيا كلها قايمه قاعده وجايين مليون زومبي يقتلوهم. بتبلش الجيرفريند تتصرف بشكل غريب، بتشلف القنابل على الارض، بتقول لهم بدي اتاكد انه هدول الزومبيات ما راح يلحقوكم. جول بياخذ إلي وبيطلعوا، والجيرفريند بتضل. الجيرفريند بعد ما تكون حطت بنزين على كل الارض بتحاول تشعل القداحه، وحظها الحلو انه ما بتنشعل معها القداحه باسوأ وقت، لانه الزومبيات حرفيا بيدخلوا وبيشوفوها، وبيجي واحد منهم بينتبه عليها بيجي بيقرب عليها، ومبين على هذا الزومبي انه بحياته السابقه بحياته ما حكى مع بنت، لانه اول ما يشوفها بيشتهي يبوسها. بس ما انه يبوسها، هذا الفطر عم بيحاول يتكاسر، وبكون الفطر عم ينتقل لها وهي خايفه، بتقوم القداحه بتشعل وبتزتها وبينفجر المبنى كله وبيموتوا الزومبيات، بيقدروا جول وإلي يهربوا. بالحلقة اللي بعدها بنشوف جول وإلي. جول لساته متضايق انه حرفيا الجيرفريند تبعيته ماتت، وإلي قاعدة عم تحكي معه، بس كل شيء بيقول لها يا جول تحسه انه هو قرفان عيشته وانه خلص لا بتسأليني أسئلة، تركيني شوي أشطب إيدي لأني صرت إيمو لأنه الجيرفريند تبعيتي ماتت. بالحلقة اللي قبلها الجيرفريند تبعيته قالت له لجول روح عند بيل وفرانك. بقى هون بنتعرف عليهم، لأنه جول وإلي بيكونوا جنبين جنب محل كان معتبر للجساس، وبيشوفوا هذا اللبس يلي منتقل فيه لأول ما بلشت الجائحة ب 2003 محل بيل وفرانك، لما كان الجيش عم يخلي هاي البلدة وياخذ العالم ويقتلهم حرفيا، لأنه الجيش كان سياسته إنه يقتل الكل حتى لو مالهم مصابين. بيل بيعرف هذا الشيء وكان متخبي بالبيسمنت تبعه، ولما طلع اكتشف إنه الكل رايحين وصارت البلدة كلها إله، صار يروح على السوبر ماركتات يشتري اسلاك ويفخخ المنطقه اللي حواليه، ضل مكتفي ذاتيا وعنده اكل وعنده كل شيء بده اياه، وضل عايش على هالحاله سنين لحاله، عنده افخاخ وعنده كل شيء بده اياه، لبين ما يوم من الايام واحد اجى وقع بالفخ تبعه.
تبعه. فبيل كطبيعته عنده نظره انه كل الناس الثانيين عم يحاولوا يقتلوني وما بصير اسق بحدا ولازم اضل حالي واحمي ذاتي. فكان كتير صعب بالنسبه له يقتنع انه هذا الزلمه منيح، بس بالاخير بيقنعه، بيعزمه على بيته وبيعشيه وبيعطيه لبس ومليون شغله. لما اقول مليون شغله بكون قصدي انه هدول اثنين مشكوك بامرهم. بما انه هذا مسلسل امريكي لازم يتحشوا هاي الشغله، وهدول اثنين بيقرروا يضلوا سوا سنين طويله. بيل بيامن بالحذر وانه ما لازم يحكي مع اي حدا بالعالم الخارجي، بس رفيقه كتير فريندلي وكتير بيحب يتعرف على عالم. بيقوم يوم من الايام بيحكي على الراديو مع ناس، وهدول الناس بيطلعوا جول وحبيبته. بس جول وبيل نفس التفكير، اثنيناتهم بيكرهوا العالم وما بيساووا بعض، حتى وهن سوا ما صاروا رفقات، فكانوا بس بيزوروها من وقت لوقت. وبعد ما يمرق سنين كتير طويله لنوصل لعصرنا الحالي، رفيقه لبيل بيصير معه سرطان وبيقرر انه خلص بده يموت. فكانت الخطه انه هو يموت لحاله، بس بيل ما قدر يقتله لحاله، بيحط حبوب بالقنينتين وبقرروا اثنيناتهم بعد ما كبروا بالعمر سوا انه يموتوا سوا. بعد 3 شهور مما قرروا هدول يموتوا سوا، بيجي جول وإلي بالوقت الحالي وبيكتشفوا الرساله ترك له اياها بيل لجول. بقى بالرساله كاتب له انه انا كنت كتير اناني، انا كان طول الوقت بهمني حالي وبامل انه ما لازم اساعد الغرباء، بينما اكتشفته لفرانك وانا حققت مهمتي، مشان هيك قتلت حالي لانه انا انقذت حياه شخص تاني. فيعني هون بيل عم يقول له لجول انه نحن الرجال مهمتنا انه ننقذ حياه التانيين. فبيقول له انا تركت لك اسلحه وشو ما بدك بهذا البيت، استعملهم مشان تنقذ حياه الجيرفرند تبعيتك. جول هون بيطلع عليه انه بس ما مهم لانه هلا عنده حياه تانية ينقذها، هي حياه الي. فنوعا ما مع الوقت جول عم بيقرر انه هو مسؤول عن الي، ما بس انه جايبه هيك اكل هوا. بيقول لها من هلا ورايح لا بتساليني على الجيرفرند تبعيتي، واعملي كل شيء بقول لك عليه، واذا حدا سالك انت شو قصتك اوعك تقولي لهم انه انت محصنه ضد المرض لانه رح يقتلوكي. ياخذوا اسلحه، وإلي طول الوقت عم تقول له اعطيني مسدس اعطيني مسدس، هو ما عم بيرضى، بس هي بتاخذ بدون ما هو يحس. وبلاقوا سياره وبيطلعوا فيها، بما انه جول لقى سياره وهذا هو الشيء اللي كان بدهم اياه بالاصل. اصلا ما كان بده إلي، بقرر انه خلينا نروح عند اخوي هو رح يساعدنا وممكن يدلنا على الفراشات لانه هو كان معهم. فهلا جول عم بيمشي مع إلي بس لانه هو مآمن انه هي مسؤوليته مو لانه مجبور مشان يروح عند اخوه. ما تركت موت. فبالحلقه اللي بعدها بنشوف جول عم يحاول ياخذ بنزين مشان يعبيه للسياره، هدفهم حاليا يروحوا عند اخوه. لما يفيقوا اليوم الثاني وينطلقوا بالسياره بتبلش إلي بتساله على اخوه وبيقول لها انه اخوي بحب يبين انه هو بطل. لما كان عمره 18 سنه دخل على الجيش، بعدين اكتشف انه الجيش ما سوى بطل، بعدين اول ما صارت رائحة بعد 12 سنة دخل على مجموعة على أساس بتساعد الناس، وبهي المجموعة تعرف فيها جول على الجيرفرند تبعيته. وبعدين أخوه تعرف فيه على مارلين البوس تبع الفراشات، ومارلين ضمته لأخوه على الفراشات، وقال آخر شيء سمعه عن أخوه تومي إنه هو هلأ ترك الفراشات وصار عايش لحاله. بيوصلوا هدول بالسيارة لنفق بس مسدود، ما بيقدروا يكملوا ويروحوا على المحل بالدنيا، فبيقرروا يلفوا حوالينه بس بيدخلوا بمدينة ما كانوا مخططين يدخلوا له بالأصل. وهن داخلين فيها بيطلع لهم واحد مصاب بيقول لهم بليز ساعدوني كذا، وبقت يكون جول عم بيحاول يتجاوزه بيطلع عاملين له فخ وبيشلفوا عليه تلفزيون وبنفسوا لهم دواليب وبيتعبوا بسوبر ماركت، وبيكتشفوا انه في ناس لسه عم تطلق عليهم. يعني بيتخبوا شوي بالسياره وبيقول لها جول لقلي انه تخلي بهي الزقاق انا ما بوسع لانه اكلت بروستد وبطني منفوخه. اوكي ما بيقول لها هيك بس يعني بتتخبى. وجول بسبب خبرته بالتهريب وبالقتال على اخر كذا سنه بيقدر يصيب واحد منهم، والشرير الثاني كتير ذكي لانه بيشوف انه هذا اول صرفيقه بيقوم بيقول خليني اروح لعنده، وجول بيقدر يطلق عليه كمان ويقتله. بس الشيء اللي ما بيتوقع انه بيجي واحد من وراه، بيكون جول وضعه اكل هوا خلص بيختنق ويموت. ام الي بالمسدس اللي اخذته بالحلقه قبل بدون ما يعرف جول تقدر تنقذه وتطلق على الشرير. الشرير ما بيموت فورا، بيصير بيقول لها لا الله يخليكي ماما ماما بتحبني. بس جول اكثر شيء بسمعه بحياته بيقول لها تدخلي لجوا، تدخل لجوا وبيبلش هذا الزلمه بيصرخ، بعدين بوقف صرخ وبتعرف انه جول ذبحه. نتعرف هون على هي الشخصية يلي اسمها كاثرين، بتكون عم تحكي مع واحد وعم تستجوبه، عم تسأله على أسماء أشخاص بس هو ما عم يقلها، وهذا الزلمة هو دكتور العيلة، هو حرفياً الشخص يلي ولدها لهي البنت كاثرين، بس هي ما بهمها وبتكون مصوبة عليه مسدس وتقتله وخلاص. ليش؟ لأنه هي هلا حالياً زعيمة هدول الأشخاص، تطلع لبرا بتشوف إنه جابوا لها الجثة وهذا الزلمة عم يموت، فهي متضايقة من واحد اسمه هنري، هنري شخص كان بيشتغل مع أخوه بس خانه وقتله حرفياً لأخوه، فهي مآمنة إنه كل شيء سيء عم يصير بهذا المحل هو سببه هنري. بتقول له انه هذا الزلم الميت هذا شغل هنري، هنري هو اللي قتله وعم بيخطط ليقتلنا كلياتنا، لازم نلاقي هنري. يعني حرفيا الكره تبعه لهنري عامي على بصيرته. تأمر جنودها انه هن يدخلوا على كل مبنى ويندوروا على هنري ويقتلوه، وبتدخل هي لجوا وبتقتل الدكتور يلي ولدها من قد ما هي مآمنه انه هو خانه وساعده لهنري وما اعطاها معلوماته. بيكونوا جول وإلي عم يحكوا وعم بيطلعوا على الناس وهن عم يفتشوا المحلات. بتقول له إلي لجول انه انت ما قدرت تسمعه لهداك وهو جاي يقتلك لانه انتبهت عليك انت بإذنك اليمين ما بتقدر تسمع صوت الناس. ليش؟ What?
بيقول لها من أدمى انه طلقت رصاص وكذا، بس هاي المعلومه ما لها صحيحه 100% ورح نكتشف بعدين ليش. بيكتشفوا انه هدول الناس اللي برا عم يفتشوا الابنيه السكنيه اول شيء، بس بعدين بده يصيروا يفتشوا المحلات، وهن حاليا هلا بمحل فلازم يهربوا على محل ثاني. لما يبطلوا يسمعوا صوت ناس حواليهم بيقرروا ينزلوا ويروحوا على مبنى ثاني، بيطلعوا لاخر طابق فيه وحطوا قبل الباب زجاج مشان اذا حدا دخل عليهم يسمعوا. بيقدروا اثنيناتهم يناموا، بس بيكتشفوا انه خطه جول انه يحط زجاج ما بتنجح. ليش؟ لانه بفيق بيلاقي حرفيا ولد مصوب مسدس على وشه. سربرايز مذرفاكر. اظن الخطه ما نجحت، ما بعرف، ماني متاكد. الحلقه اللي بعدها بنرجع لماضي هي المدينه وبنشوف انه الناس عاملين ثوره ضد فدرا، الجهه اللي كانت هي مسيطره على المجمع اللي هربوا منه جول وهدوليك. بس حرفيا هن نوعا ما اسوأ من فدرا، قاعدين عم يقتلوا ويعذبوا الجنود التانيين. وهون بنشوف هنري وسام بالماضي عم يهربوا من هدول العالم، لانه هدول العالم زعيمتهم كاثرين وهنري خان اخوه لكاثرين. باللقطه اللي بعدها بنشوف كاثرين وهي عم تعمل محاضره على مجموعه ناس هي ساجنتهم، وهدول الناس هن حرفيا العملاء تبعوت فدرا. قبل ما ينقلبوا عليهم هدوليك ويعملوا ثوره ويتغلبوا عليهم، كانوا هدول حرفيا مبسوطين انه جماعه كاثرين عم بيتعذبوا وفدرا حاكمه فوقهم وعم تقتلهم. فكاثرين حاقده عليهم بشكل ما طبيعي، عم تقول لهم ايش شعوركم انه انتم كنتوا تقتلونا؟ ايش شعوركم انتم كنتوا تخلونا نتعذب؟ بتقول لهم خلص اذا قلتوا لي وين سام ما حدا منكم رح يموت. بيقوم بيتعاونوا معها وكل شيء. قبل ما تطلع بتقول لهم ما تاكلوا هم، شو بكون ما حدا رح يموت، نحن ما لنا حقيرين مثلكم. اول ما بتطلع بتقول له الضابط يقتلهم كلهم ويذبحهم. نكتشف انه هنري وسام تخبوا بواحد من البيوت وكان الدكتور عم يجيب لهم الاكل تبعهم. هذا الحكي قبل ما كاثرين تقتله بالحلقه السابقه. وهنري اخذ دور الحامي تبع اخوه، دائما بيهتم بسلامته وبطعميه وبيتاكد انه هو ماله خايف. بعد ما كاثرين قتلت الدكتور بهديك الحلقه، هنري وسام بطل عندهم اكل وهن ما بيقدروا يطلعوا يجيبوه لانه كل الناس عم تدور عليهم مشان تقتلهم. بالزور بيقرروا انه اوكي لازم نهرب من هاي المدينه، بس هن هربانين بيشوفوا انه الي وجول اجوا وبيعلقوا بهي القتاله اللي شفناها بالحلقه السابقه، فبيقولوا لحالهم هدول هن املنا انه نطلع من المدينه. فباخرت الحلقه السابقه بيجوا هدول بفيقون من النوم وهن معهم الاسلحه، بس بهالحلقه بيقولوا لهم انه نحن رفقاتكم، نحن بدنا نأذيكم، خلونا نحكي شوي، نحن بدنا نساعدكم. بيقول له هنري لجول انا اكثر شخص الناس بدها تقتله بهي المدينه، بس هلا انت صرت ثاني اكثر شخص. وباليوم اللي بعده هنري بيقول له اهلا وسهلا فيك بمدينه كانساس. بيقول له انه هي المدينه فدرا بطلت تتحكم فيها، جماعه كاثرين انقلبوا عليهم وهلا صاروا يتحكموا فيها. بيقول له جول وانت مين؟ مالك فدرا؟ بيقول له هنري انا ابشع من هيك، انا عميل. فهنري هو واحد من هدول الناس اللي كانت عم تعمل له المحاضره كاثرين، هو كان عم يحاول يساعد فدرا انه تتغلب على هدول الناس، بس بعد ما الناس ربحوا ضل هو هلا اكثر واحد بده الناس تقتله. بيقول له انه المدينه محاصره من جماعه كاثرين من كل المحلات، بس في انفاق سفليه بنقدر ندخل منها ونطلع من المدينه. بيقول له بس عندنا مشكله واحده صغيره، يعني هي شيء بايخ جوز انت ما يهمك كذا، الانفاق حرفيا كلها زومبيات واحتمال كثير كبير نموت. بيقول له جول وتهل، بيقول له بس قالوا لي جماعه فدرا انه قبل 3 سنين نظفوا الزومبيات كلها من هي الانفاق وهلا صارت امنه. وفعلا بيروحوا جماعه كلهم على الانفاق وبيكتشفوا انه عن جد ما فيها ولا زومبيات. وهون هنري بيقول له قصته لجول وقت خانه لكاثرين انه سام اخوه لهنري صار معه مرض لوكيميا، والعلاج تبعه الناس الوحيدين اللي عندهم اياه هو فدرا، وفدرا قالوا له بنعطيك العلاج بس على شرط سلمنا اخوه لكاثرين. قام هو محتار شو يعمل، بس هو بيحب سام وبده ينقذه، قام عطاهم شريكه اللي كان بيحبه اخوه لكاثرين مقابل الدواء. بعد ما هدول الجماعه يطلعوا من النفق بينبسطوا كلهم، بيقول لهم هنري شفتوا قلت لكم انا حكي صح بلا بلا. لسه ما بيكون لحق يكمل جملته ببلش قناص بيطلق عليهم. جول الشجاع الخارق بيقرر انه يلتف حوالينه وبيوصل لعنده، بيقول له خيو ما بدي منك شيء، بس اترك البندقيه وراح اتركك عايش. بيقوم القناص بيقول له نوب وبيحاول يطلق عليه، بيقوم جول بيقتله، بس بيسمع على الراديو انه هذا الشخص هو من جماعه كاثرين وقال لهم انه يجوا لهون. بتقول له كاثرين يلا نحن على الطريق استنى شوي بس. جول بيصير بيقول لهم بسرعه اركضوا اركضوا هدول جايين هدول جايين، بس anyway ما مهم لانه اجت سياره قد الجحش عم تبعد السيارات وهي من جماعه كاثرين وبصيروا بيلحقوهم. جول بيقدر يقنص شوفير هي السياره وبتدخل بتتعبى بمبنى، بس ما مهم لانه جماعه كاثرين بتوصل، بس السياره اللي تعبت بمبنى بتنفجر والكل بيصير انه وتهل انفجرت سيارة جنبنا. كاثرين بالدراسه لسام خلاص بدها تذبحه لاخوه، بدها تنتقم لاخوها وما عندها اي نوع من الشفقه. بيقول لها هنري لا تقتلي هو مجرد ولد صغير. بتقول له عادي هالولاد الصغار بيموتوا كمان، يعني ما تفكر انه انت محور الكون ده، يلا اطلع حاج تكون ولد. هنري بيقرر انه خلص ما عنده اي امل باي شيء، بيقول لها لالي اهتمي بسام وبيطلع بده يسلم حاله. هو عم يسلم حاله السياره اللي انفجرت قبل شوي حرفيا بتشك بالارض وبلشوا الناس بيسمعوا اصوات، واذ بيطلع هذا المحل يلي فدرا اخذوا فيه الزومبيات عليه وبلشوا الاف الزومبيات بيطلعوا، زومبيات عم تندعس وجنود عم تنسحب وتتاكل. الي بتشوف سياره وبتدخل عليها، الضابط تبع كاثرين بشوف شغله كثير مريبه وهي هذا الزومبي المحصن يلي هو من اقوى ليفلات الزومبيات
الشخصيات باللعبة وكتير صعب قتلانه وعنده قوة خارقة ومنظره مثل الفجلة. الكل عم بيطلق عليه وما عم بيصير له شيء. وبنفس الوقت زومبياية صغيرة كيوتاية تدخل على السيارة المتخبية فيها إلي. جول عم بيحاول يقنصها من بعيد بس ما عم يقدر. بتكون زومبي جاية بس إلي بتقدر تهرب من السيارة. وبتطلع بتشوف هنري وسام علقانين تحت السيارة وزومبيات عم يحاولوا يقتلوهم. بس جول آخر همه بس همه إلي وقاعد عم يقنص كل زومبي عم يحاول يهجم عليها. تكون زومبيات رح يقتلوا سام حرفيا. تقوم تجي إلي بتشوف فيهم السكينة وبتنقذهم وجول بيساعدها وبيطلق على الزومبيات بيقوم بيقدروا يهربوا ويصيروا عند جول. بس قبل ما يوصل تطلع لهم الغليظة كاثرين. قلت لهم مرحبا شلونكم بس ما عايش عارف شقة الساعة. بيقوم بهذا الوقت بتجي الزومبي البنت الصغيرة وبتنط عليها وبتذبحها ذبح. وهيك أصدقائنا بيهربوا ووراهم أكبر مجزرة تقع بين زومبيات وبين رجالة لكاثرين يلي حرفيا كلياتهم بيتم قتلهم عن طريق الزومبيات. وهي بتكون معركة رابحة للزومبيات. باللقطة اللي بعدها بنشوف رفقاتنا مرتاحين وعم بيحكوا بيقول لها سام أنا خايف كتير وعديني إنه رح نكون تمام. بتقول له I promise كل شيء رح يكون تمام كذا. بس هي حرفيا كذابة. ليش؟ إنه مكتشف شغلة كتير بشعة وهي إنه سام عضه زومبي على الأغلب لما كانوا تحت السيارة. بتقول له إلي ما تاكلهم أنا عندي العلاج أنا دمي فيه الترياق. وبتصير بتمزج دمه مع دمه. باليوم الثاني لما تفيق بتشوفه لسام بس مكتشف إنه هو حرفيا صار زومبي وهجم عليه وعم بيحاول يقتله. لما نشوف إنه عم يحاول يقتله قدام جول وأخوه جول بيحاول ينقذه بس أخوه كتير بيحبه لسام وعمل المستحيل ينقذه ما بده يخلي جول يقرب عليه ويقتله. بس جول بده يوصل بسرعة قبل ما يقدر هاد الزومبي ياكله. بيقوم هنري بيطلق على سام وبيقتله. بعدين بعد ما يأدرك هنري شو عمل إنه هو قتل أخوه الشخص اللي بذل كل هاد الجهد مشان يخليه عايش بيصوب المسدس على حاله. جول بيقول له لا وهنري بيقتل حاله. بالمشهد اللي بعده بنشوف جول وإلي عم يدفنوا هنري وسام. إلي بتقول له أنا آسفة وبيكملوا رفقاتنا بطريقهم. بعد 3 شهور بيكونوا رفقاتنا ما عارفانين وين الله حاطهم لانه بيروحوا عند هدول الاثنين وجول بيهدده بالسلاح لهاد مشان يعرف بس وين مكانهم. بيقول له فرجيني وين محلنا على الخريطه واذا بيطلع المحل اللي حطيته غير المحل اللي مرتك حطته رح تاكل قتله. بهدول كوبل معزولين عن العالم الخارجي صار لهم بهذا الكوخ من قبل ما يصير الاحداث. بتقول لهم إلي وين الفراشات؟ لا المره ايه بيجينا فراشات بالصيف. بتقول لها إلي لا قصدي الفراشات الناس. بيقوم بيضحكوا عليها بيقولوا لها شلون يعني فراشات وناس انت غبيه شيء. المهم جول بيقول له لهاد انه اعطيني الطريق لحتى اروح على الغرب. قوم هاد بيقول له انا بعطيك روح على الشرق. قال له اوعك تقرب على الغرب واوعك تتجاوز الجسر لانه نحن دائما بنشوف جثث بعد النهر وفي شيء كتير مخيف ورا هذا الشيء فلا تقرب عليه ابدا. اول شيء بيقرر يعمله جول انه يقرب على هذا الشيء. بس اول شيء بيطلع من الكوخ وبتجي نوبه هلع لانه هو ما عم يعرف تومي وينه. وبعد ما سمع انه في شيء كتير مخيف بعد الجسر صار يعرف انه احتمال كتير كبير تومي يكون ميت. بس بعد ما يعبروا الجسر ويكون الوضع كتير مريب ما بيلاقوا شيء. وبعد فتره بيكونوا عم بيمشوا بيقوم بيطلعوا لهم مجموعه ناس ومعهم اسلحه بيهددوهم وبكونوا على وشك يقتلوهم. بس قبل بدهم يعرفوا اذا هن مصابين ولا لا. بس ما عندهم هدول الاجهزه الخارقه يلي عندهم اياها فدرا بس عندهم هذا الكلوب يلي بيشمشم روائح العالم. اول شيء بيشمه لجول وجول ما له مصاب فبيكون امره تمام. بس بيجي بده يشمه لإلي جول كتير بيخاف لانه هي منصابه بس هي كمان محصنه فهل رح يحس عليها ولا لا. بيكون الكلب على وشك يجي لعنده وجول كتير خايف. واذ بنشوف انه إلي عم تلعب مع الكلوب والامر كتير طبيعي. نكتشف انه إلي بتستعمل نيفيا لانه الكلب ما قدر يشم ريحه الخمه تبعيتها. تجي هاي المرأة بتقول له شو اسمكم؟ بيقوم بيقول لها جول. بيقوم بيقرروا ياخذوه على البلدة تبعيتهم. وبهاي البلدة واخيرا بعد مليون حلقة جول بيشوف اخوه تومي وبيسلموا على بعض وبيلفوا بعض. بيقول له تومي ايش عم تعمل هون؟ really nigga. بيقول له جول جيت انقذك. احلى شيء جول خلال 5 حلقات كان رح يموت مليون مرة بس هو جاي انقذ تومي يلي عايش احلى حياة بالعالم واخر همه اخوه. فإلي وجول بياكلوا اول وجبة طيبة بياكلوها بحياتهم. لما كانوا بفدرة كانوا عم ياكلوا شيء بيشبه إلي من قد ما أنا صغيرة بحياتها ما أكلت وجبة نظامية. بيقول لها جول لهي البنت إنه معلش تتركينا نعمل نقاش عائلي. بيقوم تومي بيقول لها هاد نقاش عائلي أصلاً هي مرتي. فإلي بتقول لها آه مبروك وإيش عرفني. أما جول ما بيقول شيء. بعدين بيقول لها إيه مبروك مبروك والله أنا لو الجيرفريند تبعيتي كان ميتة بعدين شفت أخوي متجوز كمان رح أتضايق. بتفرجيهم البنت المجمع فيه كل شيء بالدنيا بالعالم. فيه كهرباء من السد يلي شافوه إلي وجول بالمشهد اللي قبله. عندهم دار عبادة وسجن وبيرعوا غنم وهذا الشيء بيحبه جول لأنه هو قال انه بس هاي الشغله كلها تخلص بدي اربي غنم. يعني هاد اول مجمع متكامل بيجي عليه جول وإلي من اول مسلسل. بالمشهد اللي بعده بنشوف اول حديث اخوي بيحصل بين تومي وجول من اول ما افترقوا عن بعض. تومي بيقول له لجول شلون الجيرفريند تبعيتك؟ بيقول له جول انه منيحه.
بيسأله انه ليش عم تمشي مع إلي. بيقوم جول ما بده يقول له الحقيقه، بيقول له انه هي ابوه واحد مدعوم وانا دفعوا لي مصاري مشان اوديه للفاير فلايز. تومي بيقول له انه الفاير فلايز موجودين بمبنى جامعي بغير مدينه بعده تقريبا اسبوع. جول بيطلب من تومي يرافقه بهي الرحله، وهون تومي بيقول له انه مرتي حامل وانا ممكن اصير اب، ان شاء الله رح اصير اب منيح. بيقوم جول ايش بيكون رد فعله؟ بيقول له يلا رح نكتشف. فتومي كتير متضايق انه تخيل انت عم تقول لاخوك انه رح يجيني ولد وان شاء الله اكون اب منيح، بدل ما يقول لك مبروك انا فرحان لك كذا بس بيقول له ايه يلا رح نشوف اذا رح تصير اب منيح. جول متضايق منه لانه بطل يحكي معه ونسي، مع انه جول قاعد عم يعمل كل هدول الشغلات وقتل مليون حدا مشان يلاقي لتومي، وتومي متضايق منه لانه قاعد هيك عم يحكي. فتومي بيقول له شغله كتير جارحه لجول، بيقول له اذا انت حياتك وقفت ما ضروري انا حياتي توقف. هذا شيء كتير بشع، خصوصي انه جول الجيرفريند تبعيته حتى ميته وهو ما قال له لتومي. فمن قد ما بتضايق جول بيقول له خلص رح ناخذ اغراضنا ونروح على الفاير فلايز بكره. وهو طالع جول ببلش بتذكر بنته، بشوف بنت بتشبهها بس بتطلع ما هي، وبيضيق نفسه. وهذا الشيء بنشوفه خلال كل المسلسل انه جول عن جد لهلا ما تخطى موت بنته، ومشكله إلي لسه عم تساويها ابشع ورح نكتشف بعدين ليش. إلي بتكون بغير بيت بتطلع على لوح مكتوب بالطبشور فيه اسمين كيفن وسارة، وهون إلي بتكتشف لاول مره انه جول كان عنده بنت. بتقول لها ها هلا في كتير شغلات صارت منطقيه. بنشوف بعدين انه تومي بيجي عند جول بيقول له انا اسف ما كان لازم اقول لك انه حياتك اذا وقفت انا وكمان حياتي مدري ايش. جول بيقول له بالله وين بصرفها هاي، عم بمزح معك بيقول له. بس جول هون بيعبر عن شغله كتير كبيره، ببين بعيونه الخوف وبيقول له حقيقه إلي انه هي محصنه ضد المرض. تومي ما بيصدق، بيقوم بيقعد جول بيقول له القصه من الاول للاخر. جول نفسه ما كان مصدق انه هي محصنه، وهلا عم يحاول يقنع اخوه بهذا الشيء. بنشوف انه إلي طلعت من السينما وعم تسمع حديثهم، بيقول له جول انه انا كنت عم بقدر احميها بس هلا اخر مره هي انقذتني من واحد كان رح يحاول يقتلني بس انا من قد ما لي اطرش ما سمعته. وصار يحكي انه هو ماله بنفس القوه يلي كان فيها من قبل، وشلون الكلب كان رح يشمها لإلي وهدول الجماعه يقتلوها وهو ما عمل شيء بس وقف وخاف وما حكى ولا كلمه. فعم بيحكي انه هو كبر بالعمر وفقد قدرته، وابشع شيء انه هو هلا عم يمرق بشغله ساره بنته من اول وجديد. عم يحس انه هو عاجز واي حدا ممكن يقتل إلي، ما عم يقدر يتحمل مسؤوليه كل هالمخاطر يلي كانت رح تقتل إلي. حاسس انه هو ضعيف فبيطلب من تومي انه ياخذها لعند الفراشات، بيقول له لازم هلا انفصل انا عنها لانه مستحيل هي تضل معي. تخيل انت شخص فقدت بنتك وعم تحس بالندم طول هالوقت انه كان ممكن تعمل شيء مختلف، وهلا عم ترجع تحس نفس الشغله على التمام مع بنت جديده. ما بتحمل جول هذا الشعور. بعدين بيروح جول لعند إلي مشان يقول لها الخبر، بس هي سمعته اوريدي، بتقول له خلص ايش بدك، مو بدك يعني اروح باي. إلي بتقول له كلمه كتير كبيره، بتقول له انا مالي بنتك. بيقوم جول كتير بتضايق بيقول لها لا تقولي ولا كلمه ثانيه. هو ما له متحمل اي حدا يجيب سيره بنته، بيقول لها انت ما بتعرفي معنى انه تخسري شخص. بتقول له انا كل الناس اللي حبيتهم خسرتهم، وكل الناس اللي بيقربوا علي يا بيموتوا يا اما بيتركوني. فهي قصدها على جول انه هلا بده يتركها. بيقوم بيقول لها انت معك حق، انت مالك بنتي. بكره تومي بده ياخذك عن الفراشات، وبيطلع من الغرفه. بعدين بنشوفه وهو عم ينام عم يحط زينه تبع شجره الميلاد، بس بنشوفه عم يتخيل ساره معه. باليوم الثاني بيجي تومي ياخذها عند الفراشات، بيروحوا عند الاسطبلات بيقوم بيشوفوا جول. فجول بيقول انه انا جاي بس اخذ الحصان تبعي مشان اروح، بس قبل ما يروح بيقول لها انت تستاهلي انه تختاري، بدك تروحي معي ولا مع تومي؟ بس ما بيكون لحق يكمل الجمله، بتقول له بدي امشي نروح. البنت بتعرف ايش بدها اكثر ما هو بيعرف. فبنقدر نقول انه جول ما قدر يتخلى عن مسؤوليه انه حمايه إلي، لانه رح يسال حاله طول الوقت انه هل كان انا ممكن انقذها. فجول بيودع اخوه وبيروحوا على الفراشات. وبعد 5 ايام من المشي والجر والتعاطف على بعض وتوطيد العلاقات بيوصلوا للجامعه يلي مفروض يكون موجود فيها الفراشات. بس الوضع غريب، الجامعه كلها قرود، وما قصدي زملائي بالجامعه، قصدي قرود حقيقيين. يعني الجامعه مهجوره، ولما يدخلوا لجواتها بنكتشف انه الفراشات طلعوا من هذا المحل. بس هنا عم بيكتشفوا هذا الشيء بيسمعوا صوت فوق، بيطلعوا لفوق بيقوم بيلاقوا مجرد قرد عادي، بس بيشوفوا خريطه مفرجي انه كل الفراشات رايحين على محل واحد، بس بيشوفوا ناس شريرين تحت، فبيقرروا انه لازم يطلعوا من هون بسرعه. بيروحوا عند الحصان تبعهم وهن عم يحاولوا يهربوا، بيجي واحد بيهاجمه لجول من وراه. جول كتير قوي وبيقدر يخنقه بقواه خارقه، بس للاسف بيتعرض لطعنه بنص بطنه. احلى شيء شلون دائما ما بيحسوا على الطعنه لبين ما تجي إلي بتطلع لتحت، بيقوم جول بيطلع انه في سكينه ببطني. شريرين تانيين بيجوا مشان يقتلوه، بس بيقدروا إلي وجول يهربوا. بنشوف بعدين انه قدروا يهربوا من هدول الجماعه، بس الخبر البشع انه جول وضعه ماله منيح ابدا، بيوقع على الحصان وإلي كتير خايفه، بتصير بتناديه بس هو مبين انه هو ميت، وهيك بتصفي إلي لحالها. بالمشهد اللي بعده بنشوف انه إلي قدرت تجيبه لجول على بيت مهجور، بس وضعه يرثى له، لساته واعي بس مبين عليه عم بيحتضر. إلي ما عرفانه ايش بدها تعمل، بس قاعده عم تكبس على الجرح. جول خلص مقتنع انه هو رح يموت، بيقول لها تركيني روحي على الشمال بتلاقي له تومي وهو بيساعدك. باللحظه يلي جول فيها عم ينازع وعم يموت وبنحسه انه هو كتير ضعيف، بنشوف المخرجين قديش اختاروا ممثل مناسب ليلعب هذا الدور. لانه بشكل عام بيدرو باسكال كتير شخصيه
محبوبه بكل المسلسلات اللي موجود فيها، ان كان بجيم اوف ثرونز او ناركوس او حتى هون. إلي بتشوفه عم يموت، بتغطيه وبدها تقرر تتركه، تيجي بدها تفتح الباب، بنقوم نحن بنرجع على الماضي تبع إلي. بنشوف لما كانت هي بالمدرسه تبع فيدرا، بيوم من الايام بنشوف إلي عم تحاول تنام، بيقوم حدا بيدخل على الغرفه وبتطلع هي رفيقتها. رفيقتها تركت فيدرا لانه بتشوفه انه كثير غلاص وانضمت للفراشات. بتقرر رفيقتها تهربها لإلي وتقول لها عندي مفاجاه لك. لما فيدرا رجعوا الكهرباء لهذا الحي ما كانوا بيعرفوا انه رجعوا الكهرباء كمان للمول القريب منهم. لما تشوفوا إلي بتنبهر، اول مره بتشوف بحياتها هيك شيء، بتكون على الدرج المتحرك وبتستغرب انه ياي عم بطلع وبنزل، فبحياتها ما لها شايفه تكنولوجيا. نفس شعوري اول مره طلعت من سوريا. بهي الحلقه بنشوف إلي ورفيقتها عم يحكوا طول الوقت وعم يوطدوا علاقاتهم انه هن كثير بيحبوا بعض وهي شخص كثير عزيز عليها، بس بنكتشف انه في زومبي ميت وملزوق بحيط من زمان وبلش يتحرك لانه سمع الاصوات تبعيتهم. رفيقتها لإلي بتقعد تفرجيها كل الالعاب وبتعملها مفاجآت، بتعيشها احلى يوم، بس إلي متضايقه انه هي عم تشتغل بالفراشات يلي هن حرفيا عدوهم لفيدرا يلي قاعده معهم إلي، وبتشوف انه عاملين قنابل. هذا الشيء كثير بيضايقها لإلي، بتقلها انه انت رح تتركيني وما بتقدر تسامحها على هذا الشيء. بتقوم بتروح، بس قبل ما تروح بتبلش تسمع رفيقتها عم تصرخ، تركض بسرعه عشان تشوف مين عم بيصرخ، تقوم تطلع انه لعبه بالمول وعملت لها اياها كان مفاجاه رفيقتها، بتقول لها سبرايز. Do you see me fucking laughing? بعد ما إلي حست انه رفيقتها رح تموت قال خليني اتسلى معها شوي، بصيروا بيرقصوا وبتضحكوا، بس هن عم يطالعوا صوات بيتحش الزومبي اللي شفناه قبل عليهم، حاولوا يهربوا منه بس ما بيقدروا وبيصير بده يعضهم، بس إلي قاعده عم تشكه ببطنه بدل ما تشكه براسه، بس بالاخير بعد ما يكون عم يهاجم رفيقتها بتقدر إلي تغزه براسه بسكينتها. بس الميك اب ارتست تبع المسلسل كثير منيح لانه اثنيناتهم بيكتشفوا انه رفيقتها انعضت وهي كمان انعضت، وهون عم نشوف قصه اول عضه لإلي، فهي كثير خايفه عم تقول لا 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 بدي اتحول يا الله. بنشوف لقطه سريعة على إلي بالحاضر وهي عم تدور على شيء بالمطبخ بس ما بنعرف شو هو، وباللقطة اللي بعدها بنشوف هي ورفيقتها قاعدين عم يحكوا انه خلص رح نموت، خلينا نقضي اخر دقيقتين سوا. فهذا الشيء كله بيرمز للشيء اللي قالته إلي بالحلقة اللي بعدها، انه انا كان عندي شخص قريب علي ومات، لانه هي اضطرت تقتل رفيقتها اعز شخص عليها بعد ما تحولت، اما إلي ما تحولت لانه هي محصنة وهي ما لها مستعدة تخسر شخص ثاني. فبتقدر تلاقي خيط وابرة وبنت صغيرة بتقدر تعمل شيء انا ما بقدر اعمله وهو انه تخيط له جرحه لجول، بس ما بنعرف اذا هذا الشيء رح ينجح ولا لا. بالحلقة اللي بعدها بنشوف مجموعة من الناس بيقودهم هذا الزلمة وبيكون عم بيقرا لهم شغلات من الانجيل، فهو زعيم هي المجموعة. بتكون هي البنت عم تبكي بتقول له معلش ندفن ابوي، بيقوم بيقول لها الارض كثير باردة وما بنقدر ندفنه. هي معلومة رح تفيدنا بعدين تذكروها. الشيء اللي لازم نعرفه عن هي المجموعة انه هن جوعانين، رح يخلص الاكل تبعهم وبدهم اي شيء بس مشان ياكلوه. بنشوف إلي وجول، جول نوعا ما وضعه صار أسوأ، فاقد الوعي نهائيا وما ضل عندهم اكل ابدا، كثير جوعانين. بس إلي صارت رجال البيت لانه بتقدر تطلع وتصطاد غزال كامل، وهذا الشيء لانه جول علمت تستعمل البندقيه بالحلقه اللي قبلها. بس البشع انه هدول الاثنين اللي شفناهم من قبل بيلاقوا الغزال قبلها. لما يكونوا عم يحاولوا ياخذوه بتيجي إلي وبتقول لهم لا تاخذوه حبيباتي، ملعوبه. ببلش هاد بيعرف عن حاله، بيقول لها ما بدنا ناذيكي، بيقول لها انا بس مسؤول عن عالم وهن جوعانين. بتقول له انا كمان عندي عالم وهن جوعانين. بيقول لها طيب ايش رايك نعمل مقايضه؟ تقوم هي بتسمع مقايضه بتقول له عندك دواء؟ عندك دواء؟ ابدا ما حسسته انه في عنده واحد منصاب. المهم هاد بيقول له لرفيقه انه يروح يجيب دواء الالتهابات من القريه تبعيتهم، وبالمقابل إلي رح تعطيهم نص الغزال. فهذا الزلمه رح يطول، فبيقرروا يروحوا يستنوا بمحل جوا. فبيكون عم بيحكي معها بين انه هو كتير حباب، بيقول لها انه نحن ما بدنا ناذيكي وانا حباب، بيقول لها اذا بدك تعي على المجموعه تبعنا. بتقول له اه المجموعه يلي كلياتكم جوعانين وما عندكم اكل، لا شكرا على راسي. بتقول له منكرع لك انه بعد ما صار كل هاد انه لساتك بتامن بالدين وهيك، بيقول لها طبعا اصلا بعد ما صار كل هاد اقتنعت انه كل شيء بيصير لسبب. هي بتطلع عليه انه عاش تخرط علينا معلش، بيقول لها اسمعي رح ابرهن لك هذا الشيء، هداك اليوم بعتنا اربع رجال من عنا مشان يروح يجيبوا اكل لانه نحن ميتين جوع، بس واحد من هدول الرجال قتلوا رجال، والشيء المضحك انه هذا الرجال كان عنده بنت مثلك، وهي بتكتشف انه الشيطان عم بيحكي عليها، وقصده هدول الرجال اللي هاجموهم عند الجامعه، فهي بتحس على هذا الشيء وبتتاهب، بيقوم بيقول لها شفتي كل شيء بيصير لسبب معين، بعدين بيقول جيمس وطي سلاحك، ومنلاقي انه رفيقه جيمس اجا وراها ومصوب مسدس تجاهها، بس هذا الزلمه حباب وبيقول له خلص نزل سلاحك وخلينا نعمل مقايضه، بيعطيها الدواء وبخلوها تهرب. بترجع إلي عند جول بعد ما صار عندها الدواء، بس بتذكر انه هي ما لها دكتوره وما بتعرف وين تشكه، بس ما عندها غير خيار لانه جول بسابع نومه، فبتشك مضاد الالتهاب بالجرح. اللقطه اللي بعدها بنشوف جماعته لهذا الداعي وعم ياكلوا لحمه، بيجي لعندهم فرحان انه جبت لكم لحمه وهيك، بس ما حدا مبسوط، ليش؟ لانه هن سمعوا انه شافوا هاي البنت يلي قتلت لها ابوها لهي البنت، بس ما عملوا له شيء.
فبيقولوا له انت لازم تقتله، ما بصير تتركها وهيك. بيقول لهم لا تاكلوها، نحن بسهوله بنقدر نتبع اثرها وبكره رح نجيبها. البنت الصغيره بتقول لازم تقتلهم اثنيناتهم. بيقوم هو بقرب عليها وبنتشها كفين، بيقول لها بعرف انه انت مفكره ما عندك اب، بس انت عندك اب ولازم تحترميه. وهون بنبلش بنشوف انه هذا الشخص ماله الشخص المنيح يلي هو بيدعي انه هو اياه. اوكي يمكن كسرت كذا قاعده بالعربي بس فهمتوا علي النقطه. ببلش بيفرجي حقيقته البشعه. بنرجع عند الي وبتكون مفكره انه الحل لكل شيء هو مضاد للالتهاب، كل شوي بتغزه لجول. تطلع لبرا مشان تطعميه للحصان، طبعا عم تطعميه ثلج بس، حرفيا الحصان عم ياكل هواء. Stupid. بتشوف العصافير عم تطير، بتقوم بتطلع بتلاقي انه هدول الرجال قربوا عليا وجايين ينتقموا للزلمه يلي قتله جول. اول ما الي تشوف هدول الرجال بتروح عند جول وبتحاول تفيقه بس هو ما عم يفيق. بتقوم تشيله حاجه بتقدر تعمله انه تعطيه سكينه، بتقول له رح احاول ابعد عنك الرجال بس اذا اي حدا بيدخل لجوا لازم تقتله، وبتحاول تحط خزانه مشان ما حدا يدخل وبلا بلا. وبتطلع تركب على الحصان وبتقول لهم ها اغبياء تعالوا لعندي، وتبلش تطلق عليهم وبتهرب. بس للاسف انه في واحد منهم بيقنص الحصان تبعها، توقع وبيغمى عليا. وبيجوا الرجال بدهم يقتلوها، بيقوم الداعية بيطلق بالهواء مشان ما يقتلوها، بيقول لهم رح ارجع على القرية، إذا بدكم تنتقموا روحوا انتقموا من الرجال. بنشوف اللقطة اللي بعدها إنه واحد من هدول الرجال عم بيدخل على البيت يلي كان فيه جول، بس بنشوف إنه جول لساته نايم وضعيف، بس بعد ما يدخل على الغرفة اللي فيها جول، جول بيمسكه من ورا وبس بتحش السكينة برقبته، ويمكن هاد الشيء ما كان قدر يعمله لولا ما إلي حقنت له مضاد الالتهاب كذا مرة. بنشوف إلي وهي عم تفيق، هذا حابسها، بس بيقول لها إنه أنا ما بدي أحبسك، أنا بدي أكون رفيقك، بتقول له لا أنا عندي رفيق، بيقول لها آه صحيح شلونه؟ لازم تعرفي انه هداك جزء من حياتك عم ينتهي وانا عم بعطيكي بداية جديدة. طبعا هي ما لها مهتمة ابدا وهو بيطلع. بعدين بنرجع بنشوف جول وهو حرفيا عم يقضي على هذا الزلمة، وبعد ما في هذا الزلمة بيشوف انه جول عم يستجوب رفيقه وعم يقول له وين القرية تبعيتك، على ود دلني صح احسن ما اخر ليك. بالاخير جول بيقتله لرفيقه، بعدين بيجي لعند هاد بيقول له كل خره ما راح احكي لك شيء. يقوم جول بيقول له بعرف انا مصدقه، وبيقتله لهاد. فاحلى شيء بالعالم انه جول بلش يسترد قوته وهلا صار بيعرف محله لالي. نرجع عند الي بنشوفها انه عم تحاول تطلع من السجن وعم تحاول تكتشف حواليها. بيقوم بيجي هذا الزلمه وجايب لها اكل وعم يحاول يوطد علاقته معه ويصير جول لانه هو غيران من جول وما عم بيقدر يكون مثله. لما يحط لها الاكل الي بتشوف انه في اذن انسان جنبه. قال له what the hell؟ بيقول له انه ما تاكلي هم الاكل عم بعطيك اياه هذا لحم حيوان trust me. بتقول له what the hell انتم قاعدين عم تاكلوا عالم؟ بنكتشف انه هذا الزلمه من قد ما جماعته بتحبه وبتحترمه صار يطعميهم عالم بس مشان يفرجي انه هو بيقدر يامن لهم اكل. وهذيك البنت قال له انه ما رح نقدر ندفن ابوكي، بس بالحقيقه هو اخذ جثه ابوه عم يقطعها وعم يطعميهم اياها ملعوبه. فالي اكثر شيء قرفانه بالعالم بترفس الاكل وبتقول له انت قاعد عم تاكل عالم يا كلب. فالزلمه بيقعد بحكي لها انه هو مضطر يعمل هذا الشيء وبلا بلا. وبعدين ببلش يصير كتير كريبي وكتير غريب، بيقول لها انا بس لازمني حدا بنفس قوتي حتى يشاركني هاي المملكه وبنقدر نعمل كتير شغلات سوا. وبلش بقرب عليها وبيمسك لها ايده. هي على اساس تمسك ايده بس تمسكها وحرفيا تكسر له ايده، وهون هو بيصير شرير وبيضربها مشان يقدر يتحرر منها وبيسبها. بيقول لها انت وحده معلقه. بيعصب منه وبيروح بيقول له لجماعته انه هي حقيره. بنشوف اللقطه اللي بعدها انه جول بلش يقرب عليها، بيلاقي مثل كوخ فيه دم، بيدخل عليه بيقوم بيشوف الحصان تبعه هو متجمد وبيشوف جثث مجمده، وهي الجثث حرفيا اللي هن عم يستعملوها ليطعموا العالم. الداعي ورفيقه بيجوا لياخذوها لالي وهن عم يحاولوا يطلعوها بتعضه بس ما بتقدر تهرب منهم، خلص بدهم يقطعوها ويستعملوها وجبه بروستد لليوم. ليتس كيف سي. بس قبل ما يقتلوها بتقول لهم حبيبي انا منصابه بالمرض. ما بيصدقوها، بيطلعوا على الجرح تبعها بيقوم بيقولوا وات ذا هيل معقول؟ بتقول له ايه وانت كمان هلا صرت منصاب لاني عضيتك. وهنا مستغربين الي بتمسك السكينه وبتقتل رفيقه للداعيه وبتهرب. هداك بيحاول يطلق عليها بس ما بتنصاب، وتقرر انه تعمل حل ذكي كتير انه بتاخذ مثل خشبه محروقه وبدها تستعملها للسلاح، بس اول ما بيهجم عليها هداك بتضربه وما بتصيبه بس حرفيا بتحرق البيت كله. فهي بتتخبى وهذا الزلمه ببلش بيحكي معها مثل ما بيعملوا كل الاشرار بالمسلسلات والافلام. ما بعرف ليش انه عندك شخص متخبي وانت بتحاول تدور عليه، ليش قاعد بتحكي معه وتقول له على محلك؟ anyway بدهم يسلونا بهذا الوقت. بيقول انه شلون قدرتي انت تقاومي المرض؟ قولي لي سرك. بتقدر هي تلف عليه لانه هو كتير ذكي وقاعد عم بيحكي معها وتضربه بالسكينه، بس هذا الشيء ما بكفي لانه حرفيا بيطلع فوقها وبيكون كتير مريض نفسيا، بيقول لها اصلا انا بحب لما تتقاتلي معي وما لازم تخافي من الحب وايش عرفني، بيقول لها انا قررت انه ما اقتلك، بدي استعملك واحبسك عندي ومدري ايش شو. من الاخير الزلمه بيطلع مريض نفسي مع انه بالاول كنا مفكرينه حباب. فهو رايح يمسك شغله ما بقدر اقولها بهذا الفيديو، تمسك الي السكينه وبتضربه فيها وبعدين بتنط عليه وبتنتقم اشد انتقام. وبعدين بتطلع لبرا وبشوفها جول. يعني جول خيرا ان تصل ابدا احسن ما اعرف، يعني فهمتوا عليه.
واخيرا بالحلقه الاخيره بنشوف الي ليش هي محصنه. بنشوف انها وقت كانت حامل وهي عم تهرب من زومبيات بتدخل على هاي الغرفه وبتسكر الباب، بيدخل عليها الزومبي بتحاول تعضها، بس تقدر اما لالي تمسك السكينه وتغذها براس الزومبي، ومباشره بعد ما هذا الشيء يصير بتقرر الي تطلع، بس للاسف الام عضها الزومبي فبتقرر تقطع حبل السره، مو هيك بسموه حبل السرة، الحبل السري، وتقول ان شاء الله بنتي ما تتحول لزومبي. فحرفيا الي ما انعضيت، بس اجاها الفطر عن طريق امها وقت انعضيت، وهذا الشيء هو اللي سوى لها مناعة. بنفس اليوم بالليل بتجي مارلين وبتشوفها لامها، بالاول بتكون بدها تقتلها هي وبنتها، بس بعدين بتقول لها امها لا بنتي ما لها معضوضة، بنتي منيحة بلا بلا، فمارلين بتاخذ بنتها وبتقتلها لامها. نرجع لإلي بالعصر الحالي وهي كتير متضايقة ومعها حق، يعني هدوليك آكلين لحوم البشر حاولوا يقتلوها وحاولوا يعملوا شيء أبشع كمان. بيكون عم بيقلها لإلي إنه أنا كنت بهذا المخيم من زمان، بتقول له ليش لما طلق عليك واحد هون وخدشك؟ بيقلها إيه بس ما واحد طلق علي، بيقلها أنا لما بنتي ماتت حاولت انتحر ومشان هيك صار ما بيسمع بإذنه اليمين. بتقول له والله نايس إنه هلا أنت كتير منيح، معناتها الشغلات بتتغير مع الوقت، بيقلها مو مع الوقت، وبيطلع بنص عيونه فمشان يفهمها إنه أنت اللي غيرتيني وأنت اللي ملأت الفراغ اللي كان فيني. بعد ما هو خسر سارة اجت الي وحسسته انه هو اب من اول وجديد. بيكونوا عم بيمشوا بالمخيم واقف بيهاجموا مجموعه جنود وبيشوفوا عليهم قنبله معميه من كاونتر سترايك، مع انه على اساس ما فيها معميات. بفيق جول وبيلاقي قدامه مارلين، بيطلعوا هدول الفراشات. اخيرا قدر يوصل الي لعندهم وحقق مهمته الرئيسيه، بيقول لهم نايس بس وين الي؟ بيقولوا له ما تاكلهم هي كثير منيحه وهلا عم نجهزها للجراحه. بيقول لهم جراحه؟ ليش بدها تعمل انفا؟ لا بمزح ما بيقول لهم هيك. بتقول له مارلين انه الدكتور عم يقلنا انه الفطر على الاغلب كبر بجسمها لالي وموجود بدماغها، والدكتور بيقدر ياخذ دماغها وياخذ منه النواقل العصبيه يلي بتخلي الشخص ما ينصاب بالفطر. جول كثير بينصدم على هالخبريه، ما له مستعد ابدا انه الفراشات تقتل الي حتى لو كان مشان يلاقوا علاج. بيقول له لا انت ما بتفهمي. بتقول له انا اللي بفهم، انا وعدت لامها انه احميها لبنتها وهلا قاعده بدي اقتلها واخذ لها دماغها مشان العلاج. فجول ما بيقدر يعمل شيء لانه حواليه ناس مسلحين وخلص، وهن عم بيكونوا مرافقينه لبرا، بيتمرد وبيقتلهم اثنيناتهم وبيقدر يعرف محلها لإلي. بيقتحم الفراشات وبيبلش بيقتل وبيدبح بكل واحد بيناتهم. هاي اللحظة بالمسلسل شوي حسيتها غبية انه هو صار بطل خارق، الفراشات مليون واحد هو قاعد بيقدر يقتلهم بسهولة. بس مارلين قبل لما هو وداها لإلي ووصلها لعندهم قالت له عن جد انت فظيع، قالت له انا بينما وصلت لهون خسرت كذا رجال وانت لحالك قدرت توصلها. المهم انه هو نوعا ما عنده خبرة وتدريب عسكري اقوى منهم مشان هيك بيقدر يقتل كل هدول العالم. بعدين بيوصل لغرفة العمليات بيشوف الدكتور والممرضتين، قام الدكتور بيقول له ما رح اسمح لك تاخده، قام بيقتله جول بكل سهوله ووساطه وبدون تردد، وهذا الشيء بيفرجي قديش هو متعلق بإلي وما له مستعد يخلي اي حدا يقتله. وبعد ما الممرضات يشوفوا هذا الشيء بيشخوا تحتهم وبيقرروا انه يعطوه إلي. جول وصل لمرحله انه مستعد يعمل اي شيء مشان ينقذها لإلي وتضل معه، لانه هو معتبره ساره نمبر 2. لما ياخذها لإلي على الباركينج بتطلع له مارلين وبتهدده، بتقول له انت ما رح تقدر تنقذها للاخير، بالاخير في ناس رح يقتلوها، ليش؟ لانه انت خليت هذا العالم مثل ما هو، بينما كان ممكن تلاقي العلاج والناس ترجع طبيعيه. بنشوف هون لقطه مستقبليه انه إلي بالسياره، بتقول له ليش نحن بالسياره؟ بيقوم بكذب عليها، وهو عم يكذب عليها بتطلع لقطات بالحقيقه. اول شيء بيكون عم يكذب عليها عم يقول لها انه في غيرك ناس محصنين ضد الفطر بس ما قدروا يطلعوا علاج منهم، هو عم يحكي هذا الشيء بنشوف لقطه هو عم يطلق على مارلين، بعدين بنشوف عم يكذب عليها كمان. بتسأله وين لبسي؟ بيقول لها هاجموا المبنى ناس واضطرينا نهرب بسرعة. بتقول له هل الناس ماتوا ومارلين على قيد الحياة؟ بيقوم بيقول لها ايه ناس ماتوا، وما بيجاوب على مارلين، بيقول لها انا اسف. بعدين بنشوف الحقيقة شو صار بمارلين. بعد ما تجول حط إلي بالسيارة راح عند مارلين وعم تتوسل لحياتها عم تقول له خليني عايشة. بيقوم بكل برودة دم بيقول لها إذا ما قتلتك رح تضلي عم تلحقيها لإلي، وبيطلق عليها وبيقتلها. إلي بتوقف طرح أسئلة، وبعدين بنشوفهم عم يحكوا. فجول كان الشخص اللي هو نفسه بده يقتل إلي وماله مآمن فيها، لبعد 9 حلقات شخص مآمن إنه ما بصير حدا يقتل إلي وعم يقتل ناس مشان ينقذها. بنشوفه لأول مرة بحياته ببلش يحكي عن سارة مع إلي، وبيقلها إنه هي كانت حبتك لأنه أنت مضحكة وأنت مسلية. إلي بتبلش بتقله على أول مرة هي قتلت شخص بالعالم، وهي نفس المرة يلي قتلت فيها صديقتها الحميمة لما تحولت لزومبي. بكون هو قاعد عم يحكي بس بتقاطع بتقول له حلف لي انه الشيء اللي صار مع الفراشات اللي انت حكيته كان صح. يقوم بيطلع عليها هيك وبيقول لها اقسم بالله، وكمان لا اقسم بالله بس يعني قال لها اي سوير، فهي بتصدقه. وبنشوف الي وجول متجهين للمدينه الموجود فيها اخوه تومي. اكثر المسلسلات الحلوه يلي بتتغير الشخصيات بين اول حلقه واخر حلقه. هل برايكم جول معه حق يقتل العالم عشان ينقذ الي ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات، عم بقرا الكومنتات. انا رامي عبد الحبيب، شكرا على الفيديو الجاي.